بالنسبة لاختيار السندباد، حنا من جيل السندباد، يعني حنا جيالنا على اللي نعرفه بالسندباد في الكرتون، وهذا يعني الشخصية هذه محبوبة لنا من قبل لا نشوفها هني، وغير انها هي تاريخ وهي رمز تعتبر للعراق. الشخصية كان اختيارها اختيار يعني ذكي جدا، وكان تحيي الناس يعني تسأل عن الشخصية هذه وتعرفهم منو العراق وشون التاريخ العراق. أما بالنسبة لنا احنا الشخصية بالنسبة يعني من طفولتنا الشخصية هذه محبوبة لنا ككويتيين وكعرب، العرب كله. هو اختيار رمزية السندباد البحري كتميمة لخليجي 25 في البصرة لم تكن اعتباطية، حيث أن هذه الشخصية وهو تاجر أسطوري، حكاية أسطورية في التراث العراقي القديم، تحكي قصص عن هذا السندباد الذي كان تاجرا يجوب البلدان عبر التنقلات النهرية. فيه دلالة على أن هذه الدول المشاركة في خليجي 25 والمطلة على البحر والمطلة على المياه ترمز إلى أسطورة السندباد، حيث كان يتنقل عبر المياه وعبر البحار وعبر المحيطات لإيصال البضائع، لحكاية بعض القصص وبعض الأساطير، نقل ثقافات مجتمعات بين تلك البلدان. فكان اختيار السندباد كرمزية لهذه الدلالة، للدلالة البحرية، للدلالة على الحكايات الأسطورية للتراث العراقي القديم الذي يربط العراق بالدول الخليجية التي تشترك في هذه البطولة. اكيد نشرنا على شارع الفراهيدي بالكورنيش بالمدينه الرياضيه، فاكثر اماكن البصره صار لها تواجد وصارت نسخه، صار موضوعها بكل الاماكن حتى مواقع التواصل الاجتماعي، صارت الموضوع مجسم، السندباد رمز ان شاء الله حيظل التاريخ.